عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف حضرتك محمد عبد الرحمن. نسألك انطباعك ايه يا شيخ محمد عن قافلة الأوقاف المصرية؟ والله أولا بسم الله الحمد لله، صلاة وسلام على خير خلق الله، بفضل الله ومنه علينا وكرمه. وهذه القافلة الحبيبة إلى نفوسنا مضمونا ومعنى، هي أولا من أحباب وإخوان وعلماء من بلاد حبيب إلى قلوبنا، ومن داخل تلك البلاد من منبع الأزهر الشريف أيضا نحن نحبه أشد الحب، فهو الآن وقع في قلبنا وقع المطر على الأرض العطشة. أصريها على الجمهور إيه يا شيخ محمد؟ نعم، الجمهور السوداني نفسه البسيط في المساجد، يعني في أثر أو في تجاوب؟ نعم، هذه القافلة هي كان لها أثر طيب. أولا تحدثت عن مواضيع أنا أقول هي مهمة للغاية، تناولت موضوع الاهتمام بالوطنية والاهتمام بالتلاحم بين الناس والتعارف والتعايش السلمي بين الناس، تناولت قضايا نقل حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقع المعاش بين الناس حتى نسمو بحياتنا كما سمت حياة النبي عليه الصلاة والسلام لحياة أصحابه، وهو جاء به رسولا ليسمو بحياة الأمم جميعا دنيا وأخرى. سعدنا بك يا أستاذ محمد، جزاك الله خير.